اهلا وسهلا بكم من جديد. في البداية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس التنبيه ليصلك جميع شروحاتنا ودروسنا. اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم سوف نتحدث عن احدى منتجات في مجال الايبوكسي الارضيات، الا وهي المونة الايبوكسية، وهي عبارة عن خليط ما بين لاريزين الايبوكسي ولاريزين، هذا مخلوط مع المجفف وايضا مع رمل السيليكا. تكون فيه نسبة العلا لرمل السيليكا، حيث يتشكل من هذا الخليط مادة لإصلاح مثل الخلطة الإسمنتية، وهي تساعدنا في تطبيق طبقات سميكة جدا قد تصل إلى 2 أو 3 سنتيمتر. كما يمكن استخدامها في معالجة الميول الكبير كما ذكرنا في المنشور السابق على صفحتنا على الفيسبوك، قلنا أنها تعالج الميول الكبير في الأرضية وتسوية الأرضية لتطبيق الدهانات اللاحقة. وعادة تباع هذه المنتوجات على شكل ثلاث عبوات مع بعضها البعض. الأولى تحتوي على رمل السيليكا بكمية محسوبة مع عبوة خاصة باللاريزين الشفاف وعلبة خاصة بالمجفف أو المصلب تستخدم مع هذه المنتوجات. الآن نتكلم عن كيفية الخلط. كيفية الخلط يكون عبر مزج اللاريزين الشفاف مع المجفف لمدة دقيقتين، ثم يضاف الرمل تدريجيا إلى الخليط حتى الوصول إلى خلطة رطبة من الرمل كما تشاهدون. نقوم بتنظيف المكان أو الخرسانة أو الحفر أو الشقوق، وبعدها يمكن معالجة الخرسانة أو إزالة الميول على الأرضية. وفي الأخير هذا هو شرحنا اليوم للمشكل الذي يعاني منه الكثير قبل صب الإيبوكسي وخاصة الميول. لمزيد من الأسئلة يرجى التعليق على الفيديو أو المنشور، وسوف يتم الإجابة بتعليق ليستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.